ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتكلم النهاردة عن تفسير رؤية المنديل. المنديل في المنام هو في المنام دليل المحبة، والمنديل الجميل النظيف الملون يدل على الزواج، والمنديل المخرق يدل على الانفصال في الحب، والمنديل القذر يدل على سوء الحظ. والله أعلى وأعلم. إن شاء الله يا أحبائي في الإسلام هنتكلم عن تفسير وعن سورة الواقعة. نتحدث عن سورة الواقعة. سورة الواقعة يا أحبائي تجلب الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. وجودها في البيت وقراءتها كل يوم في البيت ومواظبة الإنسان عليها كل يوم، فهي تجلب له الرزق وتجلب له الخير والبركة وتجلب له السعادة في البيت. وإن شاء الله بإذن الله اكتبوها من القرآن الكريم، هتجيبوا سورة الواقعة وتنجلوها في ورقة أو تصوروها، وإن شاء الله تحطها في المكان اللي انتوا بتصلوا فيه. وبإذن الله وبإذن الله والله أعلى وأعلم، إن شاء الله هيبقى خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.